بيلعبش حاجة ولا ايه؟ طيب طب سيبك انت من الكلام ده، انا لسه جاي في حتة الضريح مقولكش. أنا أحمد أشرف، 23 سنة، مدمن متعافي. الحوار بدأ معايا في الأول، كنت بقعد مع أصحابي في أعداد ضرب وحاجات زي دي، وقلبت معايا بأن هم واحدة واحدة قالوا لي طب جرب دي، طب احنا قاعدين قدامك اهو بنضرب ومفيش حاجة، ما احنا كويسين اهو مفيش حاجة. الدنيا مشيت كده يعني، واحدة في التانية، لحد ما انا اللي بقيت بعمل القعدة ان هم وجمعهم ان احنا نقعد نضرب سوا كلنا، لحد ما انا بقيت انا بضرب لوحدي. الدنيا بدأت تمشي معايا بقى، بقيت انا انزل اشتري الستاف لوحدي، انزل ادور على حاجة وانزل واقعد لوحدي، مش شرط ان هم يجوا يقعدوا معايا. بس الموضوع دخل في ادمان، ان انا ما بقيتش عارف اعيش من غير الحاجة اللي انا مدمنها دي يعني. بعدها طبعا دخلت في ظروف مادية صعبة بسبب الحاجات اللي انا كنت يعني مدمن عليها، دخلت في ظروف مادية صعبة، وكنت بسرق حاجات من اهلي، كنت مثلا صحابي بستلف منهم، خسرت نص صحابي تقريبا في الموضوع ده، لحد ما قررت ان انا يعني لازم ابطل. دي يعني كانت عادة سيئة جدا، يعني المفروض ان انا لازم يعني اتوب من الاخر. فدخلت مصحة قعدت فيها 6 شهور، والحمد لله يعني كان فترة علاج صعبة بالنسبة لي، بس أهم حاجة العلاقات الاجتماعية، كان حواليا أهلي بيشجعوني، صحابي بيشجعوني، الناس حواليا كانت مشجعاني إن أنا أبطل اللي أنا كنت بعمله. بس يعني الحمد لله الموضوع عدى. آخر حاجة حابب إن أنا أتكلم فيها في الموضوع ده، إن موضوع الإدمان مش مجرد حاجة مثلا الواحد ممكن يتعافى منها، أو إن هي بتبقى الواحد بيقول وقت ما عاوز أبطل هبطل، وقت ما عاوز أخلص الدنيا. بالعكس، الإدمان هو اللي بيتمكن منك بعد كده، وهو اللي بيخليك زي عبد عنده، إن أنت لازم إن أنت تضرب هضرب، لازم إن أنت تشرب حاجة لا هشرب، انت مش هينفع تقول له لا، مش هينفع تقول له حاجة. فاخر حاجة انا بنصح اي حد ان هو لو هو داخل في السكة دي، او هو حواليه ناس بتديله جرب طب اعمل طب مش عارف ايه، يحاول يبعد عنها باي طريقة، لان هي مش بتدمرك انت بس، انت بتدمر معك اهلك، بتدمر معك صحابك، بتدمر كل اللي حواليك. وهتيجي في يوم تلاقي نفسك زي ما انت حد شدك، هتلاقي نفسك بتشد حد تاني، وهتلاقي حد تاني بيشد حد تاني، هتلاقي نفسك دخلت في دايرة كده مش هتبقى حلوة يعني. حتى انت قدام نفسك هتبقى قرفان من نفسك، بتصحى كل يوم مش قادر تعيش من غير حاجة. فحابب اوجه يعني نصيحة اخيرا، لو حد يعني في الموضوع ده وفي السكة دي، ان هو يحاول يتراجع بأي طريقة، وكل ما كان بدري كل ما كان احسن، وان هو يبعد يغير عاداته ويغير الناس اللي حواليه، يغير البيئة، يطلب ان هو ينقل في مكان تاني خالص ينقل. بس اهم حاجة ان هو يعني يبعد عن السكة دي خالص، وربنا معاه.